بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في الفور سيمينار زي ما عودناكم دايما في البانل ديسكشن هنتكلم على كيسز بنشوفها كتير في عيادتنا، وهنحاول ان شاء الله نستفيد من الديسكشن النهارده. معانا ضيوفنا في الحلقه الدكتوره هويده ابراهيم، هتقدم لنا التوك على التوكسيك ابيديرمال نيكروليسيز وازاي نفرقها من ستيفن جونسون وحالات الاريسيما مالتي فورم اللي بنشوفها برده كتير في عيادتنا. ومعانا الدكتور احمد سعيد عبد الشافي استاذ مساعد معانا بالقسم، والدكتور عبد الله عيسوي، اهلا وسهلا بيكم، نورتوا الويبينار وان شاء الله نستفيد جميعا مع بعض ونستفيد من خبراتكم معانا. وطبعا معانا الدكتور محمد خاطر والدكتور خالد غريب. اتفضلي دكتوره هويده، قدمي البرزنتيشن بتاعتك. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول ان البرزنتيشن بتاعنا النهارده بيتكلم عن وان of skin emergencies ستيفن جونسون and erythema multiforme، وكمان هنتطرق للconsensus classification of erythema multiforme. نبذه بسيطه عن ستيفن اند جونسون، دول تو بيدياتريك بيدياتريشن امريكان دكتور. شوفوا حالتين التو بويز 10 years و 8 years، وكانوا سسبكت في الاول ان هم على اساس عندهم هيموراجيك بلازما، وكان ده بدايه ان اسم الديزيز ستيفن اند جونسون. في موتيفون از اكيوت انترفيلتد ريكرنت سكين ديز اوفر تايب 4 ديلي تايب هايبر سنسيفيتي. الاتيولوجيك فاكتور مينلي في حاله الاثيم موتيفون انفكشوس ايجنت، while in Stephen Johnson and then mainly medication. The first common infectious agent account for erythema multiforme is herpes. It accounts for about 55% of cases of erythema multiforme. يليها ال second most common mycoplasma pneumonia. علشان كده it is recommended هنتكلم patient of recurrent erythema multiforme is recommended to prescribe antiviral to the patient. نقول ان الميديكال بروجكت او الميديكيشن تجر ديبوزيتمنت اوف immune complexes في المايكروفاسكوليتشر اوف بوث سكين اند اورال ميوكوس ميمبرين. احنا شايفين التارجت ليجن الجميل اللي قدامنا ده، التارجت ليجن او الايرس هو عباره في التيبيكال فور في الاتيبيكال فور. التيبيكال فور عباره عن فورم اوف 3 كونسنتريك زون فروم اوتسايد تو انسايد ويل ديفايند ريسيمنتال زون فولد باي بالوت او اريا دي نتيجه للاديمه، و الموست كونسنتريك انر زون اوكوبايد باي كراست او منشاها فيزيكال رابط شارت فورم كراست. كونسنسس كلاسيفيكيشن اوف ريسيوم مالتي فورم، احنا زمان كنا ان ذا باست كنا نعرف ريسيوم مالتي فورم ماينور. يعني انا برضو ما فهمناش يعني ايه تارجت ليجن، يعني ده شكله ايه بالظبط؟ تارجت ليجن هو عباره عن بابيول، واحيانا يبقى في اتيبيكال فورم فلات او تو كونسنتريك زون اونلي، ثلاثه زون تارجت ليجن ده او الايرس ليجن زي ما شايفين قدامنا في البيكتشر دي، عباره عن 3 بابيول 3 كونسنتريك زون. هذه الزون ثلاثه من اوتر زون عباره عن ويل ديفايند ريسيمتس اريا فولد باي زون اوف كولر بالنسبه للاديمه، والسنترال زون عباره عن فيزيكال لما تربطش تدينا سنترال كراست. طيب وده سبيسيفيك ده سبيسيفيك للاثيما فورم ولا ستيفن جونسون ولا ده بس نمونك فور الاثيما مالتي فورم سواء كانت ماينور او ميجور، والديستربيوشن هنقول بعد كده هو الديستربيوشن اكرالي. هنيجي نتطرق للمينو وهنقول بالتفصيل. عشان افرق بين الثلاثه ديزيزز الكونسنسس كلاسيفيكيشن considered الإريثيما مالتيفورم as a separate condition. أنا زمان بقول الإريثيما مالتيفورم عن الإريثيما مالتيفورم ماينور،
ورسينا فور ميجر اللي كان اسمها برضه الاسم الثاني بتاعها ستيفن جونسون سندروم. ناو كونسيدر الاسم مفهوم اسيبرت ديزيز وايل ستيفن جونسون اند تين هما الاثنين عباره عن سبيكترم اوف وان ديزيز، بمعنى ان ستيفن جونسون هو المايلد فورم يتطرق الى الموست سيفير فورم 10. تمام؟ الرسيم مذكور من التارجت ليجن ديستريبيوتد اكرالي وذاوت ميوكاس ممبرين افكشن. وايل الرسيم فور ميجور از ذا سيم از ماينور تيبيكال تارجت ليجن ديستريبيوتد اكرالي ان اديشن او بلس انفولفمنت اوف 1 تو 2 ميوكاس ممبرين. الابيديرمال ديتاشمنت بيكون اكتر اقل من 10%. واجل نقطه الابيديرمال ديتاشمنت السيرفيس اريا مهمه تهمنا في البروجنوزس ليتر اون ولما هناخد حاجه اسمها سكورتين في كلاسيفيكيشن كمان قد ايه من السيرفيس اريا حصل لها ديتاشمنت. يعني يبقى ده الكلاسيفيكيشن ماينور ميجور عندنا ستيفن جونسون 10. ستيفن جونسون 10 هو برضو الابيديرمال ديتاشمنت اقل من 10% بودي سيرفيس البودي سيرفيس اريا. طب ده بيبقى كده كانه زي الميجور الميجور ميمبرين. لكنه بيفرق في ان الاربشن او السكين راش اريسيمتس بربريك ماتيول كونسنتريتد اون ترام فيس ديفلوب افتر 1 تو 3 دايز بليستر فورميشن. يبقى دي الكلاسيفيكيشن الاريسيما مالتي فورم. ستيفن جونسون هو اكيد one of the skin emergency. Patient admitted في الديزل كير يونت not in our clinic. هي اكيوت لايف ستريم. بسرعه وايده فعلا الصوت بيقطع. ممكن نعلي الصوت وايده. نعلي الصوت. نعلي الصوت. تمام. دكتور خالد. صوت انا الصوت بيقطع. هنعلي الصوت وايده اتفضل. طيب حاضر. طيب ده اكثر حاجه تقريبا. ها سامعني كده؟ اه كده سامعني. طيب كده احسن؟ اه اتفضل. طيب ستيفن جون ارجع ممكن سلايد لو كان ولا كان ما كانش مسموع كله؟ اتفضلي كملي. طيب اصل التقسيمه اللي فاتت مهمه ارجع لها؟ ماشي براحتك. اه اه ممكن بس دي تقسيمه الرسم مالتي فورم بي كونسيدرد ات از ا سيبريت ديزيز. الرسم مالتي فورم ماينور كاركترايز باي تيبيكال ليجن ديستريبيوتد اكرال على الارمز والليجز مفيش ميوكاس ميمبرين انفكشن. الرسم مالتي فورم ميجور از لايك ماينور ان اديشن في انفولف اوف 1 اور 2 ميوكاس ميمبرين بلس في ابيديرمال ديتاشمنت انفولف ليس ذان 10% اوف ذا توتال بودي سيرفيس اريا. يليها ستيفن جونسون 10 هو ذا سيم از ارسيما مالتي فورم ميجور هلاقي فيه ميوكاس ممبر انفكشن 1 اور 2 ميوكاس ممبر انفكشن وهلاقي الابيديرمال ديتاشمنت ليس ذان 10% لكن الايربشن عباره عن ارسيمتس بربريك ماكيول ايفولفز انتو او تشينجد انتو وذين 1 تو 3 دايز انتو بليستر concentrated on the trunk والفيس. ستيفن جونسون 10 هو acute life threatening disease affecting skin and mucous membrane. الاتيولوجي اوف ستيفن جونسون احنا قلنا ان في حاله السيلو مارتفور مينلي infection of tissue mainly drugs والدراجز ريبريزنت اباوت من 85 to 90% من 85 ل 90% الدراجز از اتيولوجيكال فاكتور. في الحقيقه مور ذان 200 دراجز ار امبليكيتد ان ذا باك جينيتيك اوف ستيفن جونسون في الاتيولوجي. دراجز لايك الالوبرينول الانتي جاوت الانتي بايوتيك ريبريزنت لوحده 40% من الدراجز اللي بتعمل ستيفن جونسون او تاني. لازم ناخد بالنا منها قوي يعني سواء كانت الكول مايد كل الحاجات البنسلينات
الفاكسينيشن بي سي جي ناخد بالنا منه، الميثوتريكسات احنا بنديه كتير فناخد بالنا منه عشان ستيفنسون جونز موتين، الانتي كونفالسنت ما فيش حد تقريبا بياخد انتي كونفالسنت وايه وينجو من ستيفن جونز، ولا ايه رايكم؟ اه فعلا حالات كتير قوي بتاخد انتي كونفالسنت وبتدخل فعلا في تين سندروم او ال تمام او السبير ايريسيما مالتي فورم كمان تكريتول. مع التكريتول كتير حتى كمان يعني حبايه الباراسيتامول الايبوبروف. ستيفن جونسون او تين هو تايب 4 ديلي تايب هايبرسنسيتيفيتي، بنلاقي فيه ان السيتوتوكسيك سي دي 8 ليمفوسايت سكريت الفاز ليجند تو بايند وات از كولد ذس ريسبتور موجود على الكيراتينوسايت، فالفاز ليجند بايند تو ذا ريسبتور تو انديوس ابوبتوس عن طريق البرفورين، فهو اميون ميديتد سيتوكسيك رياكشن ديستروينج كيراتينوسايت ميديت كيراتينوسايت ديث. البرودرومال ساين او سيمتومز بتحصل في الثلاثة ديزيز ذا سيم اكسبت، يعني بلاقي فلو لايك سيمتوم في الكل وزين يعني فور تو وان تو تو دايز فلو لايك سيمتوم ذا فورم اوف فيفر ماليز جنرالايز بودي ايك، لكن في حاله التين بالذات او السيفن جونسون بيبقى في بازل هرمونك سكين تندرنس، البيشن مش قادر تو تاتش ذا سكين. سكين الكوتينيوس ايروبشن زي ما احنا شايفين في الايمج اللي قدامنا هو عباره عن تندر ريسنتس بربريك ماكيولز ديفولبد وزين 1 تو 3 دايز بليستر، البليستر دي رابتشر عشان تعمل لي دنيوتد اريا وتعمل ديتاشمنت ذا هول ابيديرمال لاير وذا سكين ان ميكوزا زي ما احنا شايفين ريسيمتس بربريك ماكيولز كونسنتريتد اون لما بتبدا على الترانك والفيس وسبيرنج سكال، يعني هنشوف صوره جايه بعد شويه هنلاقي السكال سبيرد. هو بعد اذنك يا دكتوره هويده في دلوقتي سؤال جاي لنا بيقول ان هو مش قادر يفرق بين الالسيما مالتي فورم ميجور وحالات التن او الاكستنسيف اريسيما مالتي فورم ايه؟ يعني ده ممكن هنجاوب عليك بعد كده ولا هو احنا لسه فعلا جاي لسه في تقسيمه كلاسيفيكيشن هنشوفها. لكن الاريسيما مالتي فورم ميجور عن ماينور معروف ان الماينور هي جاست تارجت ليجن ريوتد اكرالي اون ذا ارمز وليجز مفيش ميوكاس ممبرين افكشن نو اني ميوكاس ممبرين افكشن، وعشان كده الماينور بتتعالج في البيت بتوبيكال انتي هيستامين سيستميك انتي هيستامين وندي توبيكال كورتيكوسترويد وطبعا ويذدرول اوف ذا اوفندنج ايجنت. احنا بنتكلم على الميجور هتبقى فيها ميوكاس ممبرين افكشن في ديتاشمنت ل 10% او اقل من 10% من البودي سيرفس اريا، ان اديشن كمان هلاقي الايربشن اللي احنا شايفينه قدامنا ده ريسيمتس بربيرك ايربشن وليستر فورميشن، شايفين شكل البليستر وزن 1 2 دايز ميل بي وزن اورز ذن فورميشن اوف ذا نيودد اريا. بيشنت هنا في الصوره دي في ده ان في بليستر فورميشن ادت الى الديتاشمنت اوف ذا ابيديرمس فول سيكنس ديتاشمنت ان ذا فورم اوف ممكن تبقى باتشي ممكن تبقى شيت لايك. البيشنت ده طبعا زي ما احنا شايفين في انتوبيشن وادميتد في الانترسيف كير يونت وان السكالب فري حتى الايرز افكت لكن السكالب فري ده كاركترايز. هنلاقي برضو شيت الابيديرمس ديتاشمنت شيت لايك الهاند واضح ان هي شيت لايك او سيجرت بيبر لايك الهاند اولسو افكتد وهنقول ان ممكن يحصل نيل ديتاشمنت ونيل ديستروفي. اتكلمنا على الكوتينيوس ايربشن وعلى البرودرومال سيمتوم حاليا دلوقتي الميكوزال افكشن ميوكس ممبر افكشن بنشوفه في 90 اب تو 90% اوف كيسز ودايما تو مور ذان 1 يعني تو ميوكس ممبر افكشن تو سايت at least. الموست كومن هو الاوروفارنكس وراميوكوزا والكراستيشن اللي بنشوفها يليها الاوكلر ويليها الجينيتال ميوكوزا. زي ما احنا شايفين الايمج دي موضحه الاورال افكشن في الستيفن جونسون
هلاقي فيه همراج كراست لما كنا بنقول زمان الهمراج كراست دي بتاعه الاسم بتاعه ايه ستيفن جونسون. بنقول همراج كراست في ستيفن جونسون. انسان تروح وايده في حاجه بتميز الستيفن جونسون الكراست اللي في الاورال عن اي ليجن تاني، عن مثلا اورال بينفجاس اورال ثراش، ان يعني في حاجه مميزه بقدر اقول ان ده ستيفن جونسون من ناحيه اللبس يعني هيبقى ريل شويه، لكن الاورال ميكوزا من داخل بيبقى في حاله الستيفن جونسون بلاقيه بيأثر على الهارت بلت تانج اكتر على ال لكن البقل ميكوزا لا غير ريل افكت. تمام. هلاقي في ديسكوميشن التانج عامل ازاي، في ديسكوميشن للميكوزا تانج حتى كانها برضه شيت لايك دي، يعني ده برضه ممكن يبقى فرق دكتور خالد. هلاقي في ديسكوميتد ابيثيليوم على التانج. تمام. ما بقاش بالشكل ده في البنفجس على التانج. بس دكتوره هويدا هو الكراست اللي على اليد تعليق سامعني دكتوره هويدا؟ ايوه مالها؟ اي الكراست اللي على اللب ده ممكن برضو زي الاروز فلايكن، برضو الاروز فلايكن احيانا يعمل لنا برضو كراستيشن. ممكن بس الاروز فلايكن كمان تمام يبقى باين فيها وحواليها الفيوليشس كلوريشن. بس الفيوليشس تينج والاقي كمانها فيها صم تايب اوف اتروفي فيزيكال. ايوه الحاجات الثانيه بقى كمان ممكن الاقي لايكن في مناطق ثانيه حاجه ثانيه. في ريسك فاكتور الاتش اي في هو الموست كومن ريسك فاكتور تقريبا 100 مره مور ذان امونج الجنرال بوبوليشن، يليها السيستميك لاي، وده طبعا علشان في ابنورمال اميون ريسبونس. نيجي للكلاسيفيكيشن اوف 10 زي ما احنا شايفين ده البليسترز السنتر هو ده طبعا ادميتد برده في الانتنسيف كير يونت لسه بعد اذنك. يعني انا محتاج اعمل انفستيجيشن لو انا شاكك في كوز ولا بمشي بالتريتمنت على طول؟ تجينا في السلايد اللي هنوضحها في السلايد اللي بعد كده. طيب تمام. كلاسيفيكيشن اوف 10 في 10 ويز سبوت، والسبوتس دي المقصود بيها الاريسيمتس بيربيرك ريش. في 10 ويز سبوت 10 وزاوت سبوتس واوفرلاب ده الوسط انترميديت ستيفن جونسون و10 ده بنسميه اوفرلاب ما بين يعني في الفيتشر بتاعت ستيفن جونسون و10 برضه هنشوف ليها تقسيمه ثانيه. دي مبدئيا دي كلاسيفيكيشن اوف 10 10 ويز سبوت يعني الريش وزاوت سبوتس واوفرلاب ستيفن جونسون مع 10 انترميديت فورم بتوين ستيفن جونسون الون وال10 سيبرت، لكن في حاجه اسمها اوفرلاب انترميديت بينهم. تمام. التقسيمه دي كلها بتعتمد مينلي على قد ايه سيرفيس اريا ديتاشت مينلي، بمعنى ستيفن جونسون سكين ديتاشمنت اقل من 10% لكن كلهم فيهم اريسيمتاس بيربيريك ماكيول او فلات اتيبيكال تارجت، يبقى اللي بيفرقهم من بعض ستيفن جونسون او الاوفرلاب او ال10 وذ سبوت او ال10 وذاوت سبوتس قد ايه من البودي سيرفيس اريا انفولفد. الدليل ان هي واخده بعد كده ايتم ان انا بعمل له سكورنج علشان نشوف المورتاليتي ريت والديزيز سيفيرتي. تمام ستيفن جونسون يعني نقدر نقول ان هو سبيكترم. يعني هو سبيكترم ما احنا قلنا ستيفن جونسون بالظبط كده ستيفن جونسون ام 10 هو سبيكترم تمام فور ديزيز ويز ستيفن يعني كده زي تي بي ويز ستيفن جونسون از ا مايند فورم و 10 از ذا موست سيفير فورم او اكتر فيتر ستيفن جونسون يبقى فيه ديتاشمنت اقل من 10% كلهم يتحدوا ويتفقوا في حاجه واحده الايربشن اللي هو اريسيمتس بيربيريك ماكيول او فلات اتيبيكال تارجت وليس الكلاسيكال او التيبيكال تارجت بتاع الاريسيما مرتفوع. يعني ستيفن جونسون في السيرفيس اريا الاوفرلاب هيبقى ده بيتراوح من 10 ل 30 يجي بقى 10 هو اكثر من 30 في التن بارتيكولاري او سبيشالي في التن ويز سبوت الاقي اكثر من 30 وزاوت سبوت هو الوزاوت سبوت شبه بالظبط لستيفن جونسون لكن مش هلاقي فيه بربيرك ماكيول. يعني معنى كده لما هشوف حاله اقل من 10% وفيها بربيرك ماكيول او اريسيمتس ليه يعني ليجن هقول ده ستيفن جونسون.
مش لقيت سكين راش ولقيت الديتاشمنت بس قلت تن وزود سبوت. دكتورة هويدا بعد اذنك، في دكتورة هدى بتسأل بتقول لي شيت لايك رياكشن، يعني ده موجود في اني حاجه لايه في اي من نوع ده الانواع دي؟ في الانواع دي انا أو إيه هو شيت لايك رياكشن معناه ايه؟ الستيفن في ستيفن جونسون وتين شيت لايك رياكشن كانه ورقه السيجاره وان ذا فورم اوف خد لارج سيرفيس اريا انه بيد شيت ان ذا فورم اوف سيجرت لايك ان انا قشرت يعني بيسموه زي بيبر لايك يعني زي الحرق كده او سيجرت لايك او بيبر لايك الجلد محروق. نرجع للصوره، نرجع للصوره اهي برضه شايفين ده وكانه ماسك يعني كانه في ورق بلاستر على دي او بلاستيك على دي ده اهو شيت لايك. تمام لو رجعنا تاني كمان اهو ده ممكن يبقى باتش شويه دوت اللي احنا بنسميه شيت لايك ان انا الاقي ايروجنز كميه كامله في الجلد بالطريقه دي بالظبط اهو كمان لو شفنا اللي هو الادميتد ده اهو ده كمان اهو تمام اه ده المثال بتاع الشيت لايك ايروجنز اه والهاند دي واضح فيها جدا طبعا دوت مش هيبقى وزن 1 ويك لا ده دوت ممكن لما مثلا افتر 2 ويكس عشان يطلع بالطريقه دي لان الستين تحطيله كمان دراي تمام يبقى احنا وصلنا نحط الكلاسيفيكيشن دي في نوصل بيها السيليها هتحل لنا مشاكل كتير يبقى انا في سبيكترم من وذ ذا ليست دينجرس فورم هو ستيفن جونسون والموست سيفير فورم هو تين وذ سبوتس في ستيفن جونسون اوفرلاب ستيفن جونسون تين تين وذ سبوتس تين وذاوت سبوتس كورن تو سيرفيس اريا انفولف هيوضح لنا اكتر السكور تيم اللي جاي ده في حاجه اسمها سيفيرتي اوف ايلنس سكور يعني انا اريا بيبر بتقول ان في بيشنت اولد ايج عنده حوالي 70 سنه ادميتد في الانتنسيف كير يونت وعنده تن وعنده سكور تن اسمه 5 هشوف يعني ايه سكور تن 5 هديني قد ايه مورتاليتي ريت انا بريدكت قد ايه السكور تن ده ديفولوبد تو بريدكت المورتاليتي ان ستيفن جونسون وتن ازاي ده بنعمله؟ هو عباره عن 7 بروجنستيك فاكتور هما 7 حاجات كل حاجه لو انا لقيتها بديها 1 بوينت واجمع السكور واشوف ازاي بحيث ان انا اقول البيشنت ده والله ده عنده 10 سكور 4 سكور 3 سكور 0 معانا الايج لو اكبر من 40 years كل ما يكون اولد ايج طبعا ده اباد بروجنوز هارت ريت 120 على هارت افكشن البودي سيرفيس اريا ماشيه معانا في كله ديزيز بحيث ان هي اكتر من 10% هلاقي الكيدني افكشن بلاد يوريار نيتروجين هلاقي فيه لو كان البيشنت عنده كانسر او اي نوع من الهيماتولوجيك مالجنسي سيرم بايكربونيت ودايابيتك عنده البلاد جلوكوز اكتر من 140 هجمعهم ازاي دول اقول لو انا مثلا ستيل بيشنت عندي دايابيتك واولد ايش فقط دايابيتك واولد ايش انا ديت 2 بوينت يبقى سكور 2 يبقى المورتاليتي ريت بتاعته قد ايه 12% البيشنت ما عندوش من ده خالص ويانج ايش قدم سكور زيرو لكن ما زالت المورتاليتي من 1 ل 3% اند سو اون قدم سكور 5 يبقى المورتاليتي ريت عنده 90% تمام تمام معاكي يا دكتوره هويدا تمام معاكي يا دكتوره هويدا النقطه دي اوضحها تاني لا واضحه كويس ايه بقى الدكتور خالد هل في لابوراتوري تيست توضح وكونفيرم ستيفن جونسون وتين بصراحه ما فيش لابوراتوري تيست الا اذا في حاجه بيبر حديثه بتقول ممكن نشوف السيرم جرانولوزين وده مش موضوعنا دلوقتي بنشوف الليفيتد في التين وستيفن جونسون اما بالنسبه للارثيا مالتيفورم لا بنعمل لانها مصدرها من الانفكشوس ايجنت فبالتالي بعمل كلتشر بعمل سيرولوجيكال تيست بي سي ار مثلا في حاله الهربس فيروس وغيره فبالتالي الكالتشر السيرولوجيكال تيست مهمه وبرفورمد ان ريسيومرز فود ودي هو عامه ميني انا بفرقهم كلينيكلي اكوردنج تو سيرفيس اريا انفولفد واشوف الايش اوف ذا بيشن كل ده بديله سكور كلينيكلي لكن البايوبسي كمان مهمه في حالات الارثيومرز فورم ميجر ممكن ان انا افرقها من
بعض الحاجات زي البولس ديزيز البولس ديزيز، لكن مش معقول بيشنت ادميتد بالانتنسيف كير يونت انا هشوف السبورتيف تريتمنت مش هاخد له بايوبسي، يبقى هي نوت يوزوالي نوت ريكوايرد تو استابليش دايجنوز. لكن نعرف طبعا هيستولوجيكالي في حالات الارسيم هم ستيفن جونسون وال بلاقي فول سيكنس ابيديرمال نكروز زي ما احنا شايفين كده، الاقي الابيديرمس سيبريتد فروم ذا ارمس، وهلاقي زي ما احنا شايفين في باسكت ويف اوف ذا ستراتم كورن. اهم حاجه ان ده في انتاير سيبريشن اوف ذا انتاير ابيديرمس فول ابيديرمس سيبريتد، عشان ده هيفرقنا دلوقتي لما هنيجي نفرق بين الرسيمه مالتي فور الباثولوجي وكمان حالات الفوريس. والاميون بولس بقى بالنسبه لهنا هلاقي ان الاميون فلورسنس از نيجاتيف، دايركت اميون فلورسنس از نيجاتيف ان كيس اوف ستيفن جونسون. وتاني حاله الريسيفر مالتي فور باثولوجيكلي هلاقي حاجه مهما فيها لينفوسيتك انفلتريت اكستنسيف او دنس لينفوسيتك انفلتريت الونج زي ما احنا شايفين الديرمو اوبيديرمال جانكشن بنسميها فاكولار انترفيس ارموتايتس. وبلاقي فيه كمان ان اديشن سب ايبيديرمال بليسترز الاسبرونجوزس، واضح الاسبرونجوزس نتيجه للإديمة راوند او انسايد ذا سيلز. الفريشن دايجنوزس فرق ال ستيفن جونسون وتين من الاوتو اميون بولس ديزيز اعمل دايركت اميونوفلورسنس ومن الفور اس. نصرف في ثلاثه او اربعه سلايدز في عجاله خلاص عن الفور اس، ودايما ده بيزيد مينلي اوف نيونيت هو مور كومن نيونيت عن الاب. هنقول ده ليه؟ هو عباره عن السفيلوكوكال اكسوتوكسين. السفيلوكوكال بتبقى كارير في النوت واراوند امبريكس في النيونيت بتفرز اوكسيتوكسين. الاكسوتوكسين ده بيطلع حاجه اسمها بروتيز بتعمل سيبريشن في الجرانيو سيلير سوبرفيشال كورني زي ما احنا شايفين الكوره. الفور اس او ستافيلوكوكال سكال سيندروم ميني نيونيت لوكلايز فور، يبقى الكاركترستيك سايت بيري امبلايكال وبيري انال في جنرالايز فور. زي ما قلنا ان الجسم ده عباره عن ايه، هو بيعمل سيلفين اتاتمنت وموجود سوبرفيشال في ليفل سوبرفيش موست سوبرفيشال. وبالتالي كمان انا بفرق على الازم، هو ده اللي فكرنا بايه كمان في الاميون بولس ديزيز بنفكس فريشس. يبقى الاكسوتوكسين بتاع السافيلوكوكال بيأكت از بروتينيزس بيحلل الديسوبريتيكال من بعض نوبلين 1، وعشان كده بلاقي السبليت في جرانيول سيلير سب كورنيا وهنشوفه في الباثولوجي. هلاقي هنا مارك نيكولسكي ساين بوزيتيف، بمناسبه نيكولسكي ساين هلاقيه بوزيتيف كلينيكالي في ستيفن جونسون انتن والفور اس، لكنه نيجاتيف في الارسيم مالتي فور. ده من الحاجات اللي بفرقها كلينيكال. يبقى النيكولسكي ساين هو عباره عن ايه اصلا؟ النيكولسكي ساين ده جنتل بريشر اوديتين هيعمل بولي فورميشن، وفي حاجه ثانيه اسمها هانسن ساين، وده مش بعمل بريشر ذا بولي يعملها اكستنشن. وفي نوعين النيكولسكي ساين وهانسن ساين، ده عباره عن ان انا اعمل بريشر اون ذا بولي يحصلها لاترال اكستنشن. اثنين بوزيتيف في ستيفن جونسون ان ونيجاتيف في الارسيم مالتي فور. طب ايه فرق الكور اس؟ احنا كلوسكي ساين بوزيتيف في الثلاثه، لا مفيش اورال افكشن. وكمان ان اديشن انا لو عملت سيرم بي سي ار للتوكسيك هلاقيه بوزيتيف، وهلاقي هعمل تايبنج استفيل كوكل اعمل سيبريشن وايزوليشن للفيش، وبعمل عملت كالتشر ممكن تطلع نيجاتيف انليس ات از في يعني سكندري انفكشن. بلاد كالتشر هتفرق لي حاجتين 4 اس من البولس ام تايب، بمعنى لو عملت كالتشر للبلاد هلاقيه نيجاتيف في التشيلدرن لكنه بوزيتيف في البولس ام تايب بلاد كالتشر، بوزيتيف اولسو في الادلت. يبقى في الفور اس في الشيلدرن في النيونيت هلاقيه لو عملت بلاد كلتشر هلاقيها نيجاتيف في الشيلدرن، وايل ان ادلت تبقى بوزيتيف.
البولس امبوتايجو هلاقي بلاد كالتشر هيفرق لي لو في حاله بولس امبوتايجو وعملت لها مزرعه وبالتالي هتبقى تفرق لي الفور اس من البولس امبوتايجو هلاقي بلاد كالتشر نيجاتيف نيونيت. ان اديشن هنا هلاقي برضو لو عملنا الواي بي سي هلاقيها اليفيتد الاي اس ار اليفيتد ولو عملت كالتشر من النوسترال ريموت سايت سواء النوسترال او الامبلايكاست هلاقيه كونفيرم استخدمه كوكا الانفكشن. هنا احنا شايفين الباثولوجي هلاقي سب كورنيال السيبريشن او السبليت في الجرانيولار سير لاير هاي عشان ديسموجرين موجود في هاي ليفل. افرقهم زي ما قلنا البولس انفيتايجو تن البنفاجس فوليشيس هلاقي طبعا الاميون ديبوزيشن وهلاقي الدايركت اميون فلوريسنس بوزيتيف من ستيفن جونز. مهم جدا الكود اوف ديكس دي هايدريشن زمان كود اوف ديكس بمعنى الديشن عنده كتير بين سواء كان كراستيشن على الاورال ميكوزا على الليبس والاورال ميكوزا كان نوتيك الاورال توليريت الاورال انتيك فيبقى بيتعرض لده هايدريشن هايبوفوليميك شوك رينال فيبرا ميكوزا وبالتالي مهم جدا في الانتنسيف كير يونت ان انا اعمل فلويد ريبليسمنت سيمبتوماتيك تريتمنت من دونها او سبورتيف تريتمنت في الفورم اوف ان انا اطول بيها تريتمنت. لكن ممكن تكون كورتيك سين مالتي اورجان فيلير جي اي تيموج سيراتري فيلير. الميجر كومبليكيشن زي ما قلنا هو مالتي اورجان فيلير. اما الماينر كومبليكيشن ده عيان بعد ما كومبليتلي كيور بلاقي فيه تشينج في السكن ديجمنت سواء ايزر هايبر او هايبرمنتيشن الاقي سيكاتيشال الوبيشيا الاقي نيل ديستروفي ممكن يحصل الاوكلر كومبليكيشن يوفيتس دراتايتس وممكن الاقي سوت لين افكتد يحصل ان هيدروز ليتمنت شو ديت نو تريتمنت يعني استابليش ثيرابيوتيك ريجيم معروف ولكن كلها اجتهادات سبورت من اللي دايركتد ان انا اعمل ستوب سبوز يعني ويزدرول اوف ذا اوفندنج دراج وده مهم جدا وستوب البروجريشن فلويد ريبليسمنت عشان امنع الديهيدريشن زي ما قلنا بين كيلر تريتمنت اوف بين انتي بوتكس مهم عشان امنع السيبتك شوك وستبسيز ووند كير وده مهم جدا. بالنسبه للسيستميك تريتمنت الكورتيكوسترويد كونتروفيرس اباوت يوز اوف كورتيكوسترويد ان السيستم اوف فورم ماينور انا هدي جاست topical treatment وانتي هيستامين اذا ريس تشينج. دكتور وايده بعد اذنك كان في سؤال بيسالنا يعني اللي احنا بنعمله ريبليسمنت نورمال سالاين ولا جلوكوز اللي كفلويد ريبليسمنت؟ لا نورمال سالاين. نورمال سالاين طيب تمام. طب في وهل هي ديت مثلا مهمتنا احنا كدرماتولوجيست ان احنا نحسب اليونت ده هم الفلويد اماونت اللي هنديها في الريبليسمنت ثيرابي؟ لا البيشنت البيشنت ده مش بتاعنا انتنسيف كير يونت او في البيرن يونت هم هيعملوا لنا ريكوست ده مذكور فعلا في الليترشر وبالتالي درماتولوجي درماتولوجيست وريكوست لدكتور الرمد ريكوست باطنه ريكوست كله لان هو في الانتنسيف كير يونت وبالتالي ده مش يعني ايه الحاله دي مش بتاعتي لو كانت ايه ادميتد في الانتنسيف طبعا نتكلم على ستيفن جونسون حساب الفلويد والتن حساب الفلويدز ده بيعتمد على حاجات كتيره جدا منها الليفل كونشسنس بتاع العيان دكتور حضرتك لو جاي ممكن يسالك في الحاجات اللي جايه دي كتيره كورتيكوسترويد لو انا هضيفه في كونتروفيرس اباوت ات بس هم بعض الناس يقول لك ان هو تو ستوب بروجريشن اوف ديزيز فانا بديه من 1 ل 2 ملي جرام بر كي جي لمده من 2 ل 5 ايام كانتي انفلاماتوري. بلازما فريزز كويسه لان هي بتعمل طبعا بتساعدنا على التخلص من الاوفندنج دراج وذدرول بتساعد على الوذدرول اوف ذا دراج بتتعمل مرتين في الاسبوع. انترافينوس اميونوجلوبولين من 1 جرام بر كي جي. نيجي للتيومر نكروز فاكتور والروح بتاع التيومر نكروز فاكتور ان هو بيقلل هو والانترافينوس اميونوجلوبولين البايننج اوف فاز ليجاند اند تو ذا ريسبتور وبالتالي برضه ستوب بروجريشن انترافينوس اميونوجلوبولين والتيومر نكروز فاكتور. انتي تيومر نكروز فاكتور زي الانفليكسيبات
اللوريميكيد والايتان ريسبت. هنشوف تفاصيل دلوقتي جايه لبعض الحالات. طب تروح هنستاذنك لو العين ده انا شفته في العياده عندي الخاصه هتعامل معاه ازاي؟ يعني ايه اقول له ايه بسرعه؟ اول انا عيان الاستيما فورم ولا ستيفن جونسون وتن؟ لا تن بقى ستيفن جونسون وتن. لا انا مش هعمل معاه، هوديه على المستشفى على طول، على الدخل على طول بالظبط. لان انت حتى لو اديته كورتيكوسترويد بس مين هيعمل وند كير؟ مين هيعمل فلويد ريبليسمنت؟ تمام، عشان الدكتور اكرم هو سمعنا دلوقتي فبيسال، يعني نتعامل معاه ندخله على طول المستشفى ولا ممكن اقول له اقول المستشفى يعني ولا في البيت ممكن اعالجه؟ ممكن نتعامل لوقت قريب على الريسيما مالتور ماينور، ولو كان بعض الحالات الميجور يعني لما تكون ايه فتت شويه يعني الحاله يعني مش سيفير، مش سيفير فور. بس بقول ان دوت عيان مستشفى، يعني دوت هنوديه المستشفى واتعامل معاه، ممكن اتعامل معاه من خلال المستشفى. بس انت دورك لما هيعمل لك ريكويست نبقى عارفين احنا ممكن نضيف ايه من حتى السيستميك دراجز اللي دي، او هنقول مثلا انا في الليتريتشر لقينا ان في بعض الناس كان عند بيشنت اولد ايج عنده حوالي 60 سنه وعنده سكور 10، ده فايده ان عنده سكور بتاعه 5 اسمه سكور 10. طب استاذنك دكتور محمد عبد الوهاب بيسالنا ان ده هتدخله على الانتنسيف كير يونت ولا ممكن بيخش في اي مكان في المستشفى تاني غرفه عاديه او حاجه؟ انتنسيف كير يونت ووحده البيرن. تمام. طب ما في دكتور عشان يقول طب ما هو ممكن مش هيجي العياده كده، ممكن هيروح على المستشفى على طول، ولا في عيانين بيجوا العياده عندنا في الاول؟ ما هو ممكن برضو فعلا الشكل العام ده، لانه ممكن البيشنت يعتبره كانه بيرن وهو بيتخض من الشكل. بالظبط. طب حاجه اكيوت من ظهر مره واحده مش ده وذين اور فروم اور تو وان تو دايز الايربشن بيظهر، ده غير كمان اصلا قبل الايربشن ما يظهر في سكين تندرنس سيفير بين مش كان توليريت، حتى الهدوم بتاعته مش كان توليريت. في ده في الليتريتشر كانوا البيشنت عنده سكور 10 5، السكور اللي احنا ذكرناه وهو 60 سنه، وطبعا في كذا حاجه ثانيه ادتني اللي انا تقسيمه السكور بقى 5، يعني المورتاليتي ريت بتاعته حوالي 90% زي السلايد اللي عدت. هدول عملوا له اجتهادات لان طبعا ما فيش حاجه كونسنسس على او استابليشد ثيرابيوتيك ريجيم. ده اتعمل له كومباينيشن سكيم اوف دولو سيستميك مثال بريدنيزونون 500 مللي جرام اي في فولد باي، يعني كومباينيشن سيرب انفليكسيماب 5 مللي جرام بير كي جي وهاي دوز من الانترافينوس، لان الميونوجلوبين اصلا 1 جرام بير كي جي، في الحاله دي في الكومباينيشن زودوا ل 2 جرام بير كي جي. بعد اذن حضرتك دكتوره هويده، هو طبعا الكومبينيشن ده ممتاز بس يعني اعتقد ان هو مش افيلبل عندنا حتى في المستشفى. انفليكسيماب او الانترافينوس الميونوجلوبين دي حاجات في الليتريتشر انا مش جاي الحاجات دي انا هطبقها اوريدي او مطبقه عندنا، ده اوريدي لازم يكون عندنا علم برضو بيها. تمام انا اقصد يعني عشان الناس تبقى واضحه ان هو ممكن يتصرف ازاي، لكن ده طبعا الكلام المظبوط في الليتريتشر. لكن لو احنا بدنا المثال بريدنيزولون انترافينوس فور 2 تو 5 دايز، طب ما هو طب وبعدين؟ طب انا محتاج ان انا دي انترافينوس اميونوجلوبين، يعني برضو ده مش حاجه مش يعني مش حاله كلينيك. تمام مش اوت بيش. تمام يعني نيجي بقى احنا قلنا بالنسبه للتن ده بقى هيجي لنا في العياده، قصدي سوري الارثيوم مالتي فورم مينلي اكتر من 55% الكوز بتاعها هيربس سيمبلكس، لدرجه قال لك ان حتى البيشنت يعني لازم عشان امنع ريكرنس لازم ادخل له اورال اسايكلوفير، ودي حالات بنشوفها في عياداتنا ريكورنت ارثيوم مالتي فورم، فبدخل له اورال اسايكلوفير بديك بروفيلاكس 500 مللي جرام توايس ديلي لمده 6 مانس. للاسف بيقولوا ان هو بعد ما يوقف هيحصل له ريكورنس تاني. في غير الافيلابل ازرزاد هل الاورال اسايكلوفير له رول في التريتمنت اوف ارثيوم مالتي فورم نفسها وهي اكيوت؟ ايوه ده سؤال جميل جدا لان كنت لسه هقوله. لا مش الريكرنس يمنع الريكرنس لكن وانس ان البيشنت جاله اريثيما مالتي فورم اوريدي ات داز نوت امبروف، مش هيتحكم في اي بروجنوزز للديزيز، ملوش دخل. تمام اصل بيمنع الريكرنس، لكن وانس ان البيشنت ديفولد اريثيما مالتي فورم نو رول في تحسن البيشنت.
نورز والبطاطس الرقوق. هدي اسايكولوفير ولا فالسايكولوفير مين الاقوى فيهم ان انا ممكن اديه في حاله زي كده في الريكارد؟ هو الفالسايكولوفير بعد اذنك يا دكتوره هوايده. هو الريكارنس لو جاله ايوه دكتور عبد الله اتفضل يا بيه. لا انا قصدي الريكارنس ده امتى اقول ريكارنس؟ اكثر كم مره في السنه مثلا؟ لو قالوا كم مره الارسيه مالتي فورد لو قالوا على الفحص متابعه ده اقول ده برضو ريكارنت ولا المفروض عدد معين مثلا في السنه مثلا لو جت كل شهرين كل ثلاث شهور مثلا اربع مرات في السنه اقدر اقول ريكارنت ولا ايه؟ ولا مجرد انها تجي له مرتين ثلاثه اقول عليه خلاص ريكارنت؟ والله دي هتشوفها فعلا في الريسيرش اتاكد منها لكن ممكن مجرد مرتين ثلاثه. تمام؟ تمام. في نوع من الاسايكولوفير. هو بص دكتور خالد دكتور خالد بيسال على الاسايكولوفير والاسايكولوفير الفالسايكولوفير على اساس حتى كمان انه بيبقى رابط يعني بيتر ابزوربد لكن اوكسيدنسز. وفام سايكولوفير افيلبل في صوره 250 مللي جرام توايس ديلي. هو في بس كمان ده موجود عندنا في السوق 800 مللي جرام بس عشان البيشنت يبقى الكومبلاينس بتاع البيشنت عندنا موجود موجود موجود. اوكي هو الاسايكولوفير والفالس ده موجود في السوق الطريقه مع بعض تمام. بس هو طبعا الفالسايكولوفير موجود من الاسايكولوفير. اه دكتور خالد الفالسايكولوفير موجود بس هو جرعته اقل يعني نعم يعني الاسايكولوفير ده الاسايكولوفير ده جرعته 500 مرتين في اليوم. انا هديه لمده 6 مانثس 400 مللي جرام توايس دي لكن على الرغم من كده 200 او 400 ثلاثه برضه بيستوب بترجع ريكارنت تاني النوت جرانتين. دكتور محمد عبد الجليل بيقول لنا الفالسايكولوفير از مور افكتيف بس احنا بنسال ليه ايه السبب يعني؟ السبب ان هو مور افكتيف يعني؟ اه تمام. اه ده تريتمنت اوف ذاكوز. اه هو مور افكتيف بس الاسايكلوفير نتائجه كويسه وافيلابل وارخص. هما الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه ان الاسايكلوفير والفالسايكلوفير بتحول الفالسايكلوفير بتحول الاسايكلوفير اسهل عن طريق الانزيم. اه في مقياس الجرعه بس هو الفكره المهمه بالبايو افيلابيلتي بين الاثنين ان انا بدي الاسايكلوفير خمس مرات في اليوم والفالسايكلوفير بديه مرتين في اليوم. مرتين بس تمام بتبقى اسهل. طيب هل دكتور خالد برضه ما هو انا هكون برضه بقول ايوه فده سهل بقى في الجرعه الاسايكلوفير. لو البيشنت كان عنده تشيكن بوكس سوري هربس زوستر وعدى عليه 3 ايام كان زمان نقول كده افتر 3 دايز. لا ما عادش بقى خلاص دلوقتي القصه دي كان ده زمان القصه دي كانت قديمه كان هو اكيد بيسال برضه علشان كده لكن هي كانت القصه دي كانت قديمه كان يقول لك ان هو افتر 3 دايز لكن ده دلوقتي كنا نلجا للفال اكتر من الاسايكولوفير بس ده لا يعني هو حتى كان مكتوب دلوقتي ان الفالسايكولوفير اقوى من الاسايكولوفير 25 مره لما انا بدي الدوز ان انا بدي جرعه اقوى 25 مره من من الاسايكولوفير العادي. تفضلت ورا وادي كمان. ثانك يو شكرا جزيلا دكتور هوايد. شكرا يا دكتور هوايد. عفوا انا سالت دكتور هوايد معلش كان دكتور محمد عبد الجليل بيسالنا برضه بيقول في اي كومبليكيشن ممكن تحصل معايا وانا في حاله في اي كومبليكيشن. وبالتالي كمان موضوع من ضمن الجوند كير والاوفثالمولوجيست هو بيكمل علاج البيشنت لانه كل البيشنت انتنسيف كير يونت وبالتالي انا بعمل ريكوست للديرما وريكوست للدكتور الرمد ريكوست بطنه تظبيطات السكر كل ده عشان الرينال كل الامور دي تمام بيحصل يوتيتس. كونجكتيفايتس طبعا اقل شيء يكون كونجكتيفايتس. هو طيب انا ممكن ادي دكتوره هويده نعم كان في الكلاسيفيكيشن اللي حضرتك قلتيها 10 وزاوت سبوتس البادي سيرفيس اريا فيها اقل من 10% هل منها ممكن نقص هل 10 والبادي سيرفيس اريا انفولفمنت فيها اقل من 10% اكوردنج تو ذيس كلاسيفيكيشن؟ دكتوره اماني هتجاوبنا بقى على السؤال ده. دكتوره اماني معانا؟ دكتوره اماني حامد ايوه انا معاك. اتفضل بيه انا معاك يا باشا انا معاك. كان دكتور احمد ايه سؤال دكتور احمد تاني كده معلش
يعني احنا دايما بنقول التن لازم البادي سيرفيس اريا انفولفمنت فيها بيبقى اكتر من 30%. ده احنا متعودين على كده من زمان. انا وجدت صراحه الدكتوره حطها وكده في اخر تقسيمه تن وزاوت سبوتس وكده البادي سيرفيس اريا فيها اقل من 10%. انا معاك يا دكتور احمد في التساؤل ده برضو للدكتوره هويده. احنا واخدين دايما بالنا انها بتبقى اكتر فعلا. يعني انا معاك في النقطه دي برضو. انا معاك في هذا التساؤل. دي تقسيمه جديده او حاجه مثلا انتيتي جديده احنا نعرفه يعني؟ حاجه انتيتي جديد خالص مثلا ولا حاجه جديده دكتوره هويده؟ دكتوره هويده كانت بتقول ان دوت تقسيمه جديده، يعني تقسيمه جديده حتى فصلوا الاريثيم مالتي فورم ماينور وميجور عن ستيفن جونسون والتنسون دروم. دي عملوا دوت بقى ده سبيسيفيك انتيتي عن الاثنين. تمام. وويز سبوت او زاوت سبوت بقى دي التقسيمه الجديده بتاعته. اللي هو البادي سيرفيس البادي سيرفيس اريا. تمام. احنا المحاضره الثانيه بتاعتنا الصوت عمال عندي يقطع جامد قوي على فكره وما اعرفش ولا بيقطع عندكم برضو. الصوت بيقطع فعلا كتير. هي دي مشكله النت بقى. اللي المحاضره الثانيه بتاعتنا مشكله ان عمال اقول الظاهر المشكله عندي انا عمال كل شويه اشيل الصوره. هتكون عن الاوفثالميك بريبريشن اللي موجوده. احنا دلوقتي بدا يظهر عندنا كتير ان حاجات تبع الاوفثالمولوجي تبع الرمد ونبدا نستخدمها، وحتى في حاجات منها بدا يخش ليها اف دي ابروفال، فكون عايزين نجمعها كده مع بعض بحيث ان احنا نكون عارفينها كلنا بحيث ايه او عارف ايه استخداماتها وممكن تستخدم في ايه، يا ترى في حاجات جديده بنفكر فيها الايام دي او لا. اتفضل يا دكتور خالد. اتفضل يا بيه. لما تجي لنا حاله بيكون فيها اريسيما وتلانجكتيزيا في الفيس وبنفكر فيها وبندور اذا كانت الرجيك كونتر درماتيتس او اتوبيك او زيشيا او سيبيريك درماتيتس او سيستميك لوبس، وخلاص بدات اعمل ديفرنشال ديجنوز بتاعنا. البرزنتيشن بس مش باينه بعد اذنك. حاضر. تمام تمام يا بي. بقول لما يكون عندنا حاله فيها اريسيما وتلانجكتيزيا في الفيس وابدا اعمل ديفرنشال دياجنوستيك ليها وبقول ان هي عباره عن روزيشيا، واحنا عارفين ان في مالتيبل تريتمنت للروزيشيا، فاول حاجه بنستخدمها دلوقتي هي البريمونين تارتاريت. دوت حاجه طبعا موجوده واطرى موجوده في السوق، عباره عن الفا 2 ادرينرجيك اجونست، وكانوا بيستخدموها في الكوتينيوس فازو كونستريكشن ان هي هتعمل لي كوتينيوس فازو كونستريكشن، وفعلا بنعمل لها بريسكريبشن، وقعدنا فتره كتيره نكتب البرومندين تارتاريت في حاله الاريسيما اللي موجوده في الفيس، ولقينا ان في قطره نزلت بعدها قالوا ان البرومندين تارتاريت ممكن موجوده مع التايمولول 0.5%، وبقى شركه جالا ديرما بدات تنزل بعد كده الميرفازو وهو البرومندين تارتاريت جيل، ولسه الحمد لله في السوق المصري بدا حتى البرومندين تارتاريت بقى موجود جيل باسم بريمو اندالوس. فدوت احنا بنكتبها في الارسيما في الفيس، يعني مش لازم تكون الروزيشيا، احيانا بنكتبها في حالات ارسيما اوف ذا فيس مجرد جاست ارسيما، او حتى بوست ناس استخدمت توبيكال كورتيكوستيرويد وسايب ارسيما انا ممكن استخدمها. تمام. هل ممكن دكتور خالد بعد اذنك تجيب نتيجه مع التلانجكتيزيا اللي ممكن تبقى مع الكورتيكوستيرويد او مع الاكسبوجر توصلنا هتقللها شويه؟ يعني هي بتاخد فتره في العلاج بس بتحسن النتيجه فيه. تمام. الثاني دواء عندنا هو حقيقي مش تبع الرمد، هو تبع الانف واذن، وحاجه اسمها الاوكسيميتازولين. دوت واخد اف دي ابروفال في حاله الفيشال اريسيما في 2017، هو موجود في السوق من زمان باسم نازالين او باسم الافرين، ودوت عباره عن كل قصه فيه ان هو بيعمل فازو كونستريكشن، فبيقدر يشتغل على حاله زي حالات الفيشال اريسيما. فانا عندي دلوقتي حالتين في حالات الفيشال اريسيما، سواء الحاله بتاعت التوبيكال بريموندين تارتاريت او التوبيكال اوكسيميتازولين. طيب لو عندنا طفل صغير موجود في انفانتايل هيمانجيوما، سواء عامل في الفيس سندروم او موجود في اللامبر زي لامبر سندروم او جاست بليكس وبابيولز، فطبعا الدواء اللي احنا عارفينه كله اللي هو التايمولول ماليت. التايمولول ماليت دوت موجود منه عباره عن دروبس او موجود حاجه اسمها جيل فورمينج سوليوشن
جيل في صوره سوليوشنز، ودوت عباره عن نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. وفعلا بنكتبه احنا كتبناه دروب كتير او كتبناه مع الالفا نوفا او حتى اللي هو الجيل فورمينج سوليوشن اللي موجود معاه. فمحمد حامد كنت قلت لي ان مره الجيل موجود في مصر صح؟ كان موجود الجيل كان موجود، بس حاليا دلوقتي للاسف مش موجود. التيمولول اطرا موجوده بالاسم، كان في تيمولول حاجه كده ايمال جيل كان موجود قبل كده من فتره. تمام. القصه بقى في التيمولول يعني ولا ايه؟ ولا اي جيل؟ هو اي جيل بيسموه فورم جيل فورمينج سوليوشن يعني جيل فورم اي جيل. تمام. طيب هو القصه بقى ان البيتا بلوكر دوت احنا بنستخدمه كنون سيلكتيف بيتا بلوكر، وبنخاف ان يحصل له السيستميك ابزوربشن، وخايفين من مشاكل البروبانيول او السيستميك ابزوربشن بتاع البيتا بلوكر. فالكلام هنا لو انا انفانتايل هيمنجيوما، في بيبر بتقولك لو هي اقل من 2 سنتيمتر، اقل من 2 سنتي اعمل 1 دروب توايس بير دي. طب لو لارج اكتر من كده ممكن عباره عن ايه تريتد ويز 2 دروبس توايس بير دي. تمام. ولقينا بقى قال لك لا انا عندي معادله ان انا اقدر استخدم بيها البيتا بلوكر لدروبس اللي هي الجيل فورمينج سوليوشنز اسيمبل ابروتش. قال لك كل دروب لواحد كيلو جرام. لو الطفل عندي مثلا ليه 5 كيلو جرام وزنه، انا ممكن ادي له حد اب تو 5 دروبس. دوت الدوز بتاعتنا بير دي يا دكتور خالد. بير دي هو بير دي انه مقسم الوزن بعدد الجرعات اللي في اليوم الواحد، سواء الجيل فورمينج سوليوشنز او لو هو موجود في صوره دروبس. عدد الدروبس بتساوي عدد الكيلوجرام. الدكتوره احلام بتقول ان احنا بنحسب الوزن. طبعا احنا بنحسب الوزن وبنشوف ايه، بحيث ان انا بشوف الوزن على حسب الدروبس اللي انا هستخدمها موجوده عندي. القصه كلها ان انا دلوقتي لو طب انا هستخدم جي وان دروب في 1 دروب بالكيلو جرام. يعني لو سيرفس اريا كبيره برضه هو اصل الطفل كله 3 كيلو 4 دروبز تقريبا في اليوم. تمام. هو احنا هنرجع بقى لو هي حته صغيره هشوف اذا كان الحجم بتاعها اقل من 2 سنتي ولا اكتر من 2 سنتي. لو اقل من 2 سنتي انا ممكن ادي 1 دروب توايس بير ديلي. لو اكتر من 2 سنتي انا ممكن اديها 2 دروبس توايس بير ديلي. طيب هو ببدا يقول لك لو هي سوبرفيشال هيمنجوما، لا انا قصدي لو كبيره، انا قصدي لو كتير، لو من السيرفس اريا كبيره مش هقدر ازود عن 4 دروبز مثلا صح؟ تمام. على حسب الوزن. لو وزنه 4 كيلو جرام يبقى انا مش المفروض ما ازودش عن 4 دروبز بير دي. النت عنده هشام. القصه ان انا ممكن استخدم توبيكال تيمولول ولا سيستميك في حال سوبرفيشال هيمنجوما. وكاتبين لما عملوا مقارنه في البحث قالك ان انا التوبيكال تيمولول ممكن يجيب لي نتائج زي الاورا بروبانول، واخاف من السايد افكتس سواء الهايبوتنشنز او البرونكس بازم او حاجه اللي ممكن تعملها لي السيستميك بروبانول. طيب لو هي الهيمنجيوم زي ما الدكتور عبد الله بيقول دلوقتي اكتر من 5 سنتي، قالوا لو اكتر من 5 سنتي ممكن استخدم كومباينيشن من التوبيكال تيمولول والسيستميك بروبانول في نفس الوقت. معايا دكتور عبد الله؟ وهنا بس عايزين نتكلم ايه المشاكل بتاعه البروبانولز محمد خاطر. ايوه تمام معاك. ايوه ايه المشاكل اللي انا بخاف منها من السيستميك بتاع البيتا بلوكر؟ تاكي كارديا. تاكي كارديا ايه كمان؟ بنخاف من تاكي كارديا، بنخاف من مشاكل مع الهارت. ما اعرفش هل انت عندك خبره في سيستميك؟ انا دي اهم حاجه. طب لو الشخص دوت عنده جايلي عنده هيستوري في برونكوس بازم او عنده برونكال ازمة كل شويه، هقدر ادي له حاجه زي البروبانولول؟ لا طبعا هيبقى مشكله. ان انا المفروض ان انا ما اديلوش حاجه نون سيلكتيف بيتا بلوكر، بس انا ممكن اديله حاجه سيلكتيف بيتا بلوكر زي الاتينولول، انما البيتا البروبانولول ما ينفعش دلوقتي، ده نون سيلكتيف. تمام. ثالث حاجه عندنا اللي هي السيجمنتال والنون سيجمنتال فيتيلايجو. فالدواء اللي كان موجود في السوق والله يرحمه دكتور تاج عنبر الله يرحمه كان عنده ابحاث كتير ان انا استخدم البروستاجلاندين اي 2 اللي هو اللاتانو بروست، سواء بيستخدمه توبيكال او افتر ديرما ابريجنز او افتر ليزرز كربون دايوكسيد او اربيوم ليزرز او افتر ديرما بين، وجايب نتائج كويسه بيه وهو بيستخدمه معاه الزلاتان او التوبيكال لاتانو بروست. التوبيكال الزلاتان دوت اساسا بيستخدم الجلوكوما،
فالمشكله اللي بتقابلنا دايما مع العيانين دولت مع الصيدلي بالذات انه ايه لا انت هتستخدم الدواء ده ازاي. احنا بناكد على العيان دوت ان هو دواء رمد او دواء للعيون بس احنا بنستخدمه على توبيكال ليجنز على السكين عشان بعرف العيان لانه مفاجاه بالعيان اما بيستخدمه غلط او الصيدلي بيقول له لا ده دواء بيستخدم للجلوكوما فخلي بالك منه دوت انت بتستخدمه ليه. في حالة عندنا زي الاي لاش هايبوترايكوزس او الوبيشيا بعد اذنك يا دكتور خالد هل الزلتان ان انا ممكن بستخدمه كدروبس كده لوحده ولا ممكن بعد فراكشنال ليزر او ديرما بان؟ طبعا كل ما اعمل له تشانل ان انا ادخله في السكن ببقى احسن كتير. لما بعمله مايكرو تشانل بالديرما بان او بالليزر ان انا اشيل طبقه الابيدرمس بيبقى احسن نتائج اقوى كتير. على ما اعتقد هيبقى افضل من ان هو يتحط كدروبس كده لوحده. ممكن يعملوا كمان انفكشن ممكن يعملوا انتراليجنال. احنا مسجلين الرساله مع سجل رساله على زلطان مع الباند انجكشن انتراليجنال انجكشن زي ما هو كده ولا بيتخفف يعني استعملوا انتراليجنال لسه هنشوف النتائج هتبقى ايه. هل هيتخفف يا دكتور عبد الله ولا بيتحقن زي ما هو كده بيتخفف بس هو طبعا هيبقى فايل طبعا دكتور عبد الله مش الدروبس لا بيتخفف ما هو حتى هو الدروبز نفسها قالوا بس المهم ان الازازه لما تتفتح تخلص في نفس اليوم او تخلص في يعني هي بس دي دروبز بتستخدم على طول يعني فتره مش تحافظ في الثلاجه بس قالوا تقريبا لما تتفتح تخلص في خلال ما اعرفش اسبوعين او اربع او ثلاث اسابيع حاجه زي كده وفرة. خلاص ان شاء الله نتابع معاكم ونشوف النتائج يعني لسه هنشتغل بيها يعني ان شاء الله ان شاء الله. الحاله الرابعه عندنا لو واحده جايه لنا بالاي لاش هايبوترايكوزس او الوبيشيا وده لقينا ان فيه فعلا واخد البيماتوبروست ده واحد تاني من البروستاجلاندين اف 2 الفا واخد اف جي ابروفال في 2008 للاي لاش هايبوترايكوزس زي ما الدكتوره بتسال الدكتوره رحاب بتقول ان هو دوت فعلا اللي هو اللوميجان او لاتيز دوت اللي هو البيماتوبروست واخد فعلا اف دي ابروفال في 2008 في القصه دي بس انا ممكن استخدمه اوف ليبل يوز في مش لازم بقى في الاي لاش ممكن استخدمه في الاي براو هايبرتايكوزس ممكن في ابحاث دلوقتي ماشيه فيه في الاندروجينيك الوبيشيا او في الالوبيشيا ارياتا وممكن استخدمه في الفيتيلايجو زي اللاتانوبروست. ما هو من النقطه دي بقى بعد اذنك دكتور خالد استخدمه في الفيتيلايجو هو ممكن برضو احيانا يعني له طريقه ابلكيشن على في الاي لاش لانه ممكن برضو يعني يزود البيري اورال هايبر بيجمنتيشن يعمل لي هما بيستخدموا دايما بالمسكره تراهويد المسكره العاديه وبتبدا تعمل بولينج على الاي لاش دايما بعلم العين بتاعي ان انا بستخدمه كده المسكره بتاعتك وبدا استخدميه على الاي لاش بس فعلا زي ما انت بتقولي ان انا ممكن يزود البيجمنتيشن هنا بقى السؤال بتاعنا تراهويد هو ليه بيشتغل على الشعر او ليه بيشتغل على البيجمنتيشن هما لقوا ان في ريسبتورز موجوده في الهير فوليكل اسمها بروستاجلاندين ريسبتورز لما بيتحد معاها البيماتوبروست بيبدا يزود الانجين فيز وبيزود لي الديرمال بابيلي والهير بال فبيبدا يزود لي الهير فوليكل اللي موجوده فيها احنا برضو هنستخدمه زي ما اتفقنا اوف ليبل يوز في الالوبيشيا ارياتا نتائجه كويسه في الاندروجينيك الالوبيشيا بس مشكله اللوميجان دلوقتي واللاتيز مش موجود ناقص ما اعرفش اذا كان حد عنده خبره انه موجود دلوقتي ولا لا 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 مش موجود يا دكتور خالد مش موجود لاني بكتبه فعلا مش موجود واحيانا بس مش موجود عمال ادور عليه الدكتوره تقى بتسال ايه الميكانيزم اكشن في الفيتيلايجو واحنا لسه قايلينه دلوقتي ان هو استيميليت بيجمنت سيلز اوف ذا سكين والهير فوليكل ان هو بيزود لي الميلانوجينيسيس انه بيزود الميلانوجينيسيس في السكين عن طريق بيزود البيجمنت بتاعتها الدكتوره حابه تقول ان هو فعلا بيستخدم في الفيتيلايجو ايوه احنا بنستخدمه في الفيتيلايجو بس اوف ليبل يول ما عندوش اف دي ابروفال لحد دلوقتي اخر حاجه عايزين نتكلم عنها اللي هو حاجه اسمها دراي اي سندروم هو دراي اي سندروم دوت عباره عن حاجه بيور اوفثالموجيست بس احنا بنبقى عايزين نعرف ايه اللي يهمنا لما تيجي العيان تشتكي من دراي اي سندروم او ان بمنعنا تاني ان الناتشورال تيرز ستوبس ان اللي جاي عيان دي بتقول لي لا انا التيرز بتاعتي ستوب بنقول ان هنا حصل ان في زياده في الاوزمولاريتيز اللي موجوده وفي ان التير فيلم
بدا يحصل له الهرمونات بتاعته زادت وحصل انفلاميشن في الاوكولار سيرفيس. احيانا بتيجي من صاحبه سورايسس مشاكل في اللحيه في العين او في الروزيشيا ممكن يعمل لي دراي اي سندروم. فانا لازم اكون عارف ان انا بستخدم حاجه اسمها الارتفيشال تيرز. المفروض ان انا اكون عارف واحده او اثنين منهم بحيث انا بكتبها في حاله زي حالات زي كده ان حصل بالفرايتس حصل حاجه زي السورايسس وعمل كومبليكيشن او روزيشيا ان انا اكون عارف ان انا بقى في البريسكريبشن بتاعتي بستخدم حاجه زي ريفريش او الارتفيشال تيرز او اي حاجه من الحاجات اللي موجوده دي. انا ممكن اكتبه كمان فين لما تكون عندي حاله زي الاتوبيك درماتيتس واستخدمت دواء من البيولوجيكال اللي هو الانترلوكين 4 ريسبتورز. دكتور خالد معلش النت اكيد في مشكله هو بس ياخد الناس اللي عندها اتوبي بتعالج بحاجات معينه ممكن برضه يحصل فيه دراينس فدي نقطه اللي هو بياكد عليها بتاعه الارتفيشال تيرز ان بقى احنا عندنا فكره عنها. نستاذنك يا دكتور خالد الشريحه اللي قبل كده لو سمحت. تمام القصه كلها ان لما الشخص اللي عنده اتوبيك درماتيتس وانا بستخدم معاه دوبلي ماب اللي هو دوت اللي واخد اف دي ابروفال في الاتوبيك درماتيتس بيعمل من ضمن السايد افكت بتاع الدوبلي ماب ان هو بيعمل دراينس في الاي فالمفروض ان انا اكون عارف معاه ان انا هستخدم معاه ارتفيشال تيرز على طول. تمام انا بقول بالنسبه لنا ان احنا بنكتب ايزوتونين كتير فده اللي يهمني انه بيعمل دراينس في الاي سواء اللي هو البراند الايزوتونين او الجينيريك اللي موجود الايزوتونين او النت لوك اللي موجودين في مصر. احنا عارفين ان السايد افكت بتاعت الايزوتونين كتير على الميوكوزا من اول 100% دراي ليبس ودي اللي بنشوفها مع الحالات بس احنا لقينا ان في نسبه 40% ممكن يحصل معاهم دراي اي. طيب بالنسبه اللي هو في شورت تيرم سايد افكت زي الدراي اي اللي احنا قلناه ممكن يعمل بلورد في الفيجنز او قليل قوي ان يعمل يزود لي التيرز اللي موجوده او يعمل لي سوولن في الاي او كونجكتيفايتس. بس اللونج تيرم كومبليكيشن لو انا نجلكت الكيس بتاعتي واستمرت معايا فتره طويله ان يعمل لي حاجه اللي احنا قلناها من شويه الدراي اي سندروم او نو ناتشورال تيرز او لو استمرت اكتر هتعمل لي كاتراكت. فلذلك انا المفروض ان انا في حاله زي كده وبدات حتى ال 40% اللي بيشتكوا من الدراي اي المفروض ان انا اكون عارف ارتفيشال تير هستخدمهم. انا البحث دوت بيقول لي طب انت انا طبعا بالنسبه لي اسهل ان انا استخدم ارتفيشال تير مع النت لوك او الايزوتونين. طيب معلش دكتور خالد هو اوتولوجاس سيرم ايه المقصود بيه معلش يا دكتور خالد؟ ممكن يكون القصد ان انا اخد حاجه زي البي ار بي كده السيرم وبحطه في الايز كنوع من ارتفيشال تيرز بس العمليه صعبه ان انا اشتري حاجه جاهزه زي القطره بتبقى اسهل كتير. انا بجيب بس يعني عشان زمايلنا كلهم يبقوا عارفين الفرق ان ممكن يستخدم حاجه زي كده بس طبعا بالنسبه لنا الارتفيشال تيرز اسهل كتير ان انا اكتبها مع عيان هيروح ويجي يبقى عارف بيستخدمها على طول. طيب هو المشكله دلوقتي لو فعلا حتى احيانا الارتفيشال تيرز او اللي هي القطره اللي هنستخدمها الصناعيه ديت مش قادره تعمل المشكله بتاعت الدراينس وفعلا الدراينس زاد قوي والميوك تكون في مانيفستيشن زايده قوي يا ترى اقدر اعمل ايه في حاله زي كده؟ فقال لك انا ممكن ادي حاجه كذا كده لو حصل سيفير ميوكوتينيوس سايد افكت وبدا الدراي اي بدات بكميه كبيره ومش جايبين نتيجه بندي الاوميجا 3. الاوميجا 3 موجوده في السوق بكميات يعني باشكال كتيره واسماء كتيره بديها عباره عن 1 جرام بير دي تبقى الكبسوله 500 مللي جرام بديها توايس بير دي. وطبعا انا بنصح العين في الفتره دي انه هياكل فيش اويل كتير ونباتات كتير عشان اعمل تعويض للسايد افكت اللي موجوده وانقص السايد افكت بتاع اللي موجوده. الاوميجا 3 هنا المفروض ان احنا نسال السؤال ده ازاي بيشتغل الاوميجا 3؟ الاوميجا 3 لقيناها الاول ان هي بتنقص الترانس ابيديرمال ووتر لوس وبتزود لي السكين هيدريشنز فبالظبط كده بينقص لي الدراينس والبرايتس اللي موجوده.
فعلا احنا في الاتوبيك في الاتوبيك يعني الناس اللي عندها هيستوري اوف اتوبيك بالنسبه للاطفال او حتى الكبار اللي مكملين بتبقى مفيده ان احنا نوصف الاوميجا 3 او حتى الانتي اوكسيدنت عموما ليهم. طبعا ممتاز. طبعا انتم احنا هنا بنجمع لو عندي فيشل ارسيما انا ممكن كنا حتى كنا مستعملناها كنا استعملناك في رسالة برضو للناس اللي عندهم زيروزيس اللي هو بتورينا الفيليا. تمام. الأوميجا 3 الأوميجا 3 كانت برضو كويسة كانت قللت الاتشنج برضو بتقلل الزيروز. ممتاز. اه أوميجا 3 ايوه ايوه تمام. ممتاز. احنا هنا عايزين نجمع اللي احنا قلناه من شوية ان انا لو عندي حالة من فيشل رسيمة او رزيشة انا ممكن استخدم حاجة من اطارات الرمد زي البرومدين تارتاريت او ممكن استخدم الاوكسيميتازولين زي الافرين ودوت حاجة للانف اوزن او احنا اتفقنا الانفانتايل هيمنجوما ممكن استخدم التايملول او الكومباينيشن بين البرومندين تارتاريت او التايملول اللي هو الانفانتايل هيمنجوما او لسه قلنا من شويه لاتانو بروست واحده من البروستاجلاندين اي 2 اللي هي ممكن استخدمها في الفيتيلايجو او البيماتو بروست اللي هي موجوده في السوق ليمجان او لاتس دوت ممكن استخدمها اف دي ابروفال في الاي لاش الوبيشيا وممكن نستخدمها عباره عن اوف ليبل يوز سواء في النان في الاندروجيك الوبيشيا او الوبيشيا ارياتا وممكن تزود لي البيجمنتيشن في البيتلايجو. ولما باجي استخدم الاطارات دي سواء زلاتان او المجان او لاتس زي ما في دكتوره كده متكلمه من شويه عشان ما يزودليش البيجمنتيشن في المكان عن طريق الماسكارا او حاجه انا بستخدمها عليه على الشعر بس سواء الاي لاش اللي موجود. واتكلمنا مع الايزوتونوين او مع الدوبليماب او لو حصل مع السورايسز او مع روزيشيا دراينس اوف ذا اي المفروض ان انا اكون عارف ان في حاجه اسمها ارتفيشال تيرز. اكيد مش كلنا عندنا خبره ان انا ممكن نكتب حاجه زي كده بس هتهمنا ان نبقى عارفين بس ان انا ارتفيشال تيرز حتى لو عيان ان انا بستخدم ايزوتونين وعنده ارتفيشال تيرز وعنده دراينس في الاي بنسبه قليله ممكن استخدمها من الاول عشان ما اخشش في دراي اي سندروم والناتشورال تير تختفي كلها. اشكركم جدا ويا ريت تكون استمتعنا بالمحاضره. حاولت اجمع كل الحاجات بتاعه الرمد اللي موجوده اللي بنستخدمها عندنا. شكرا دكتور خالد. شكرا شكرا المحاضره الجميله للدكتور خالد شكرا جدا. احنا برضو عايزين نشكر شركه مكتب المعامل اللي هي بتدعم المكتب دوت. احنا بنشكركم جميعا. في سؤال دكتور عبد الله بعد اذنك هو بتسال دكتوره توقع بتقول يا ترى الدراينس اوف ذا اي موجود بكميه كبيره او بنلاقيك بكميه كتيره مع الايزوتونين معايا دكتور عبد الله؟ هو فعلا موجود دكتور خالد يعني موجود بنسبه كام في محمد تقريبا؟ يعني موجود في الناس اللي عندها اللي عامله ليزك هما اوريدي اصلا عاملين ليزك ياخدوا اطارات
artificial tears، فبالتالي هو لازم بنسألهم السؤال ده عشان يكملوا عليها وياخدوا بالهم النقطة دي لأنها بتبقى زايدة عنهم عن العاديين شوية والcomplication معهم أكتر شوية. حضرتك قلت يا دكتور خالد 40%. والبحث دوت بيقول ان نسبه 40% بيحصل لهم دراي في الاي، بس يا ترى في بيشنت دكتور احمد بيبقى كومباتبل ان ممكن يجي لهم النسبه دي اعلى؟ ده بنشوف حالات كتيره فعلا، بنشوف حالات كتيره. لا بنشوف حالات كتيره طب الدرماتايتس بتبقى النسبه دي عندهم اعلى؟ لا بنشوف حالات كتيره وفعلا ساعات بنكتب ريفيشنز زياده بنسبه كبيره قوي يعني. لا وكمان بعض البيشنت وهي ماشيه على كورس الروكيتام بيمنع دكتور الرمد يعني بيمنع بيأجل الليزك بعد ما توقف الكورس ينتهي. طيب هو السؤال ترى هو ده، انا هكتب الايسوتونين قبل كام من عمليه الليزر ليزك؟ ان انا المفروض اكتبه قبلها بكام او بعدها بكام؟ يعني واحده جايه تقول لي مثلا هعمل ليزر قريب، اقدر اكتب لها ايسوتونين؟ هتعمل ليزر قريب وهي ماشيه على كورس ولا لا؟ يعني زي ليزر الكورس بعد 1 مانث. هو الكلام ان انا المفروض لو جايه وهتعمل ليزك قريبه اقول لها 6 شهور بالظبط، 6 شهور عشان احط كل خوفي من الدراينس اوف ذا اي، لان اللي ممكن الايسوتونين يعمل لي دراينس في الاي ومشكلته مع الليزك كبيره. طب يا دكتور خالد هو يعني عمل جاي لي عامل ليزك يكون عدى عليه قد ايه عشان اقدر ادي له ايسوتونين؟ 6 شهور بالظبط عشان اقدر ابدا معاه الايسوتونين. تمام، يعني الايسوتونين ما اقدرش اديه قبل 6 بعد يا دكتور خالد. 6 ده ريكومنديشن في الامريكان اكاديمي، 6 شهور قبل او 6 شهور بعد. تمام. طب في سؤال كمان معلش انا سالته ده، البيشنت يونج ولسه هيتجوز وبياخد ايزوتروتينوين، هل ده له تريتوجينيك افكت زي الفيميل؟ بعد اذنك دكتور خالد، لا خالص يا دكتوره هوايه. من عارفه لا خالص عشان كده طبعا خالص انا بتكلم علشان انه بيستعمل في حالات الازوسبرميا، انه بيحفز ديفرست بيولز في الموضوع الديفيشن انها تكون سبرم، فده في دراسات كتير قوي الكلام كتير عليه دلوقتي انه بيستعمل في حالات الازوسبرميا، فما فيش اي صح. انا كنت في مجموعه دكتوره بتسال فقلت لها لا طبعا هو فقط للفيميلز تراتوجينيك افكت مش الميل، يعني الميل هتقول له ايه استنى مش تتجوز لما تخلص الكورس. كان في مناقشه وكان في ناس اجينست ردي ده، وده فعلا تسبورت لا خالص، كلام جديد كلام جديد وكتير، بس احنا برضو بناخد بريكوشنز ان احنا ولو 2 ويكس بس قبل الزواج يوقفوا احتياطيا، ده الكلام القديم وكلام الشركه نفسها المنتجه للايزوتريتينوين، لكن في كلام حاسس كده اتكلمت وكنا احنا قلنا ده في المؤتمر بتاعنا في محاضره في المؤتمر بتاعنا زجزج في الموضوع ده ان هو يستعمل في علاج الاسوسبرين. في بقى بوينت تانية كده نقطه ممكن بعضنا ما بقاش يعني قرا عنها كتير، بلاد ترانسفيوجن، واحده ماشيه على تاخد كورس من الايزوتريتينوين بلاد ترانسفيوجن تدي ولا لا؟ يقول لك برده ممكن تنقل لاذر فيميل. اقرب الدم لما بصراحه النقطه دي لما انا قلت اقرا عنها وقت الخوف، يعني احنا ما كناش بنتطرق النقط دي. تمام. طب هل في قريت عنها؟ تخيل انا ساعتها قلت لا يعني اكيد ما ملوش تاثير، لكن لا شهر برضه تبرع بالدم بيبقى 1 مانث افتر 1 مانث والوزدروبل طبعا بيبقى اكيد. وبالنسبه للاسيتريتين يا دكتوره هويده كاتبين كده برضو بلاد ترانسفيوجن از كونترا انديكيتد ده كات بوينت 3 سنين، ما تعملش بلاد ترانسفيوجن عشان ما يروحش اللي في بيل ويعمل لها ترانسفيوجن عشان البوينت الكلام دكتور احمد اللي هو حتى بلاد ترانسفيوجن في التراتوجينستي سنتين بس، يعني ده اخر كلام مش 3 سنين لسه مغيرين. لا الاسيتريتين اف دي اي والدراج ليفلت بتاعت الاسيتريتين نفسها 3 ييرز والبلاد ترانسفيوجن بيفور بلاد ترانسفيوجن 3 ييرز، ده اللي مكتوب في الليفلت بتاعه الدراج نفسها. في يوروبيان جايد لاينز بتقول سنتين، بس الامريكان جايد لاينز بتقول 3 سنين. امريكان جايد لاينز والليفلت اللي موجوده في الدراج وموجود في drugs.com 3 ييرز، ده كات بوينت بالنسبه للاسيتين. تمام.
طيب بالنسبه كان في سؤال من دكتور محمد عجيل بالنسبه للكونتاكت لينسز، تستخدم ولا ما تستخدمش مع الاستنين؟ اكيد ارتفيشال تير هيفضل يحط اي طول ما هو لابسها هيحط، يعني انا مجربه ده لان بلبس كونتاكت. وكل الناس بيقولوا لا، وكل الناس بيقولوا لا صراحه. لا حد له لا ابريجن صحيح معرض لايب هيعمل كورنيال ألسرز على طول. مع الدراينس هيعمل كورنيال ألسرز على طول وهيعمل مشاكل جامده. اه فضفض ماشي كمان. طيب معلش، هو الدكتوره طه بنقولها ان المحاضره دي بتتسجل على الفيس وبتتحفظ على الفيس وتبقى هتبقى موجوده على الموقع بتاع اليوتيوب برضو بتاع الزجزج درماتولوجي موجوده فيها، عشان هي لو حابه تشوفها تاني او تعيدها تاني ان شاء الله. ولو حد عنده اسئله او اي حاجه ممكن يسالنا المجموعه اللي معانا. دكتور اماني، دكتور محمد حامد، حضرتك نختم بعد اذن حضرتك، حضرتك تختم بعد اذن حضرتك. الحمد لله، اليوم كان جميل، محاضره الدكتور هويده رائعه والتقسيمات الجديده اللي اتعلمنا منها، وبنشكر حضرتك دكتور هويده، دكتور خالد، المحاضره الجميله والتجميع الجميله بتاعه الاي دروبس، يعني بصراحه كلنا استفدنا، والمناقشه من الاستاذ الدكتور عبد الله، الدكتور احمد سعيد، استاذ الدكتور اماني طبعا. احنا سعيدنا جدا، وياريت دايما نكون عند حسن ظنكم ودائما يعني نحبكم ان شاء الله، وشكرا لكم جميعا. مع السلامه. شكرا لكم جميعا، اشكركم، ونتقابل ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله مع مجموعه جديده ان شاء الله. مع الف سلامه. باذن الله ان شاء الله. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام.